شدهم خد ضرب بسرعة تجي نضيف على مخدرين على شد الباقي. هذه راجع.
هناك ما مدى الضيوف لكم ثمانية قريب لي هذا عمر حسن للاعب أنيق عمر حسن ضربة خطأ في تنفيذ دريس شاكور دريس هذه تخدم بالريجن اليسرى داخلية صعبة داخلية صعبة ضد دريس شاكور كرة عالية 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 لكن هناك محمد عزيز يقطع الكرة بالرأس فكر هلالي في الجهة اليمنى ينتظر تواجد أحد اللاعبين في مرمى عند لومباركي بكر الهلالي مرة أخرى مبرر هناك الكاس كاس أيضا من الكاس محاولة لفريق هذا البركانية عزيز عزيز لكن بعيدة بقوة يدها تمكن منها مرة أخرى لاعب بلال الباري بلال للنمساوي النمساوي تبادل الكرة اللاعب اللومباركي ضاعت لي هناك الناجي الناجي في اتجاه اسماعيل المقدم محمد عزيز عبد الخالق قطع البركانية عاد يرجعوا اللاعبين فريق وليد فاس باش يملؤوا خط الوسط تمريرة ضربة رأسية في داخل الدفاع للمرة الثانية بوصل حمزة أفصال المرة الهجومي عند اللاعب حمزة بعلا كانش هناك تغطية جيدة لإسماعيل المقدم الكاس الكاس في اتجاه الباقي الباقي غادي يرجع غادي يغيروا اتجاه الكرة هناك الناجي الناجي في اتجاه أمين الكاس تبادل حتى الآن جيد لكن بدون فعالية بدون فعالية بالنسبة لهذا المكان بالنسبة لآخر كرة كانت عند محمد عزيز كان بإمكانه تسديد للمرمى لأن الكرة كانت في الأرض واختار أنه يعمل تمريرة عرضية نعم محاولة لحمد العشير يدخل كريس الجابي تدخل جيد الحكم يقول ما كاينش خطا لفائده عزيز بعلا دائما بحث بحث مستمر وقوي لعناصر فريق هذا البركاني يعني الهدف الذي قد ياتي او قد لا ياتي هذه محاوله تمريرة هدف اول لفائده فريق هذا البركاني ولك الكلمه عبد الرزاق شلي انا قلت لك هتشم الهدف لانه رغبة اللاعبين ديال نادي البركان في التسجيل كان حرا طريقا دون دولة كما قلت المقاومة كانت قوية وقويلة ديال اللاعبين الفريق النفسي لكن هذا يتمكن اللاعب محمد فرحان من إنذار الفرحة لدى أنصار فريق نادي البركان فرحان كان خطأ في التمرير ديال اللاعبين ديال الدفاع فرحان مخدوم من اليمين وسالف في جهه اليسار اذا تقدم فريق هذا البركانية في الدقيقه 57 بهدف اللاعب محمد فرحان الذي كان الحره الطبيعه المهمه تسجل الهدف الاول كيفاش غادي يكون رد فعل فريق الوداد الفاسي رد هجومي رد هجومي خطير 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 لكن كيدخل اللاعب كاميرون ويليامز بوضو تبع حد الكره لك الوالي وتمس لوداد فاس كيفاش غادي يكون رد فعل ديال اوغلي اوغلي خصو يعمل التغيير خصو يخرج خصو يبين لو كوتشينغ ديالو عنده بريكل وعنده عبسلام بن جلو صحيح انه انا هذه الاشياء التي تدور الان في مخيله المدرب هي كيفية أولا أنه ما يفتحش اللاعب نعم وجدت هجومي بأن أشرف زريول أشرف زريول سبق خطوة فيها الكرة وفي شيء عزيز في بحث هذا الكرة دائما عند اللاعب يامس البود عند اللاعب شراغي شراغي في الجهة اليمنى مستمر هذا ما في غير مثلا الكوش هذه مرة هذه مرة اعتبارا بالفعل عند اللاعب هدف تعادل هدف تعادل وإصابة اللاعب ما
مستوى الرأس، هدف تعادل رد بسرعة فريق الوداد الفاسي على هدف الهائل محمد فرحان. ضربة رأسية كان أمر هناك اصطدام بين الحارس علي الحمدي وإحنا اللاعب محمد أبيض. والفرحة فرحة كبيرة ديال أنصار فريق الوداد الفاسي على يميني، كنروح حتى الخروج لأن الحمدي باش شاف أن ما كاينش لي ستوبر، ما كاينش إسماعيل المقدم وأيضا الباك الهلالي، كان مضطر باش يخرج بالفعل. الفرحة ما استمرتش عند مولاي الجعواني، مولاي الجعواني حس بالخطأ ديال لي ستوبر ديالو. نتكلم على كيفية رد فعل كان ممتاز، لأنه حسينا بأن بنفس هؤلاء اللاعبين ما كانوش محتاجين لا بنشلون ولا لاعبين آخرين، فلعبوا بطريقة جيدة، تمريرات ممتازة. الآن اللي عند مهم عند حسن أغني هو أنه ما تسجلش عليه. كما قلت لك تكلمت على المشغلون الان وغم بين عمر حسي وايضا اللاعب بنجلون، لان بنجلون يعطي الاضافه والدفاع ديال بنط مكان تيعرفوا القوامه التقنيه ديال بسلام بنجلون كراس حرب، لان اولا لاعب اللي عنده تجربه كثير، لاعب سلوخي دفاع معطي تشريف وسعيد بالخبر. إذا الضربات الرأسية هي اللي كانت حل بالنسبة لفريق النهضة البركانية وفريق الوداد الفاسي، لا بالنسبة لفرحان لا بالنسبة لمحمد الضيوف اللاعب السنغالي. محمد الضيوف مسجل وهو العميد الفريق الوداد الفاسي. هو اللي تكلمنا عليه عامل حراسة بسيطة لصمد باركي. صمد باركي. إسماعيل مقدم. عزيز. محمد عزيز تماس للمدركانية إذا بغيكو تغيير بايد فول أمسلام بجلون أيوة اللاعب أشرف زريون لاعب سابق ديما عمر أبو شهيد ديال الفجر الباقي أيضا جيب احتلافية في إنجلترا هاد اللاعب الخروف أمسلام بجلون ممكن أمسلام بجلون كان خانته لياقة بدنية ولكن استرجع اطمئن حسن أغني هذا اللاعب أسلام الجنوب. إذا تخرج أشرف زريون 18 يدخل أسلام الجنوب. صنادوري تغيير ممتاز جدا، لأنه لاعب زريون ما شفناش في هذه المباراة، وخطورة الجنوب في أنه قادر على اختراق الدفاع نقطة بركة، وغادي يلعب نافي العيك على ما شفناه، غادي يلعب تسعة ونصف ثاني راس حربة، وهذا تسعة ونصف ما غادي يعرفوها غير الكويتية وأيضا المدربين. غادي يلعب ماشي يلعب كثاني راس حربة، وإنما غادي يلعب في الكرة الثانية اللي غادي ربما يستلم عليه اللاعب حسين بعض. نعم ضربة خطا لفريق النهضة البركانية دائما صاحب الاختصاص عمر المساوي في التنفيذ، غادي نفذ بالرجل اليمنى وتكون الكرة داخلية دائرية هذا واحد لفه اتجاه القناة الطويلة يتهيأ عمر المساوي للتنفيذ ضربة خطأ تنفذ كرة دائرية
صعاب صعاب هذا الكره تاعنا لا تخاف لا تخافش اكتوار ديال الكره حتى حس الحراس ما تحسبوش باش تجي لا تخاف لا لا بالنسبه لي حسن انا النمساوي ما عطاهاش القوه الكافيه لان كره بحال هذه خاصها تمر على رؤوس اللاعبين وتمشي للهدف تمشي للقائم الثاني يعني ضرب الكره بالاقصى بلاد تدخل عزيز ايضا حمزه افصح الكاس اسماعيل مقدم بكر الهلالي بكر النمساوي النمساوي افصح الباقي الحبس الغالي لما تجيبوا بلاصتو بشكل قوي استرجعوا بسرعه اللاعب عمر شيراني انترسبسيون تلعب الكبار نعم دخل دائما اكسام شلول او لبسه اكسام شلول دائما ما كاينش تسلل ما كاينش متسلل اللاعب عزيز بعلا لان النمساوي كان صلح الاوفسايد هذه الاوفسايد كانت زوينه انا اصبحت كلمه دوليه احنا المغاربه خصنا ندخلوها في القاموس ديالنا لأن في ألمانيا كتقول كتقول أفسايد حتى لي فرونسي ما تيقولو أفسايد لأن دائما البحث عن صمد باكي تدخل لاعبين هذا اللاعب كامل هو ليابس كوندو ليابس كوندو جيراني خطأ ضد لاعب جيراني عمر جيراني مسافة جيدة للمركب حتى النمساوي تيجي خطة واحد خطير هذو غادي تحيد أظن بأن سامي السيس لا يتسامح شخصية قوية أيضا في الوجود أعطى حيدا الشفوي في عمر جيراني في حديث مع سامي السيس خطيرة لكن في وسط الهدف تقدم شيء ما إلى دقة والشوشين للقائم بدلوا التحية الرياضية لأنصار فريق النادي المكاني. نعم وأنصار هذين الفريقين
اليوم عندهم حل قلناه متعة أولا أنهم يتصرفوا في هذه المباراة النهائية اللي هو حق أكثر لا يكون مباراة حسن للدقيقة 70 وهي دقيقة مهمة جدا بالنسبة للمدربين. نعم الآن لازم تكون هناك تغييرات، لازم تكون هناك تغيير في الخطة في التعامل مع هناك نادي سبركان لا تحتاج للذهاب إلى الأشواط الإضافية لأن الأشواط الإضافية ستدخلها في قراءات تكتيكية وقراءات يعني اللياقة البدنية للاعبين والتي عادة تفوق فيها فريق ويداد فاس. كل شيء ممكن في هذه المقابلة لكأس أمين كأس اتجاه نمساوي نمساوي لأن سنقول جميل كان عمر جيراني وجدت كثيرا عند ظاهر قيصر عمر جيراني كان موفق أدنى درجة في الشوط الأول وأيضا هذا الجولة الثانية ممتاز في الكرات العالية تفوق على كل اللاعبين بالرغم من القامة بالرغم من التمريرات العرضية الخطيرة للاعبين حتى الحضور ديالو حتى الاختيار ديال اللون ديال بداية الجول كيعطيه أشياء جميلة وباقي حارس باقي شاب اختيار هذا اللون الأصفر هو كذلك كيعطي سيرلو كل فيو كتعطي حتى الاصدقاء ديالو تيعرفوه وقتاش غادي يدخل واخا حتى غادي يكون من الوراء ديالو غادي يبان الاصابه ديال محمد وليد فريق تبيد الفريق ديال فاس كيدخل باش يعطي اسعافات سريعه للاعب محمد الوليد اللي تدخل في السبعينات والثمانينات ديال هاد المباراة تتضح لنا على أننا غادي نشوفو سيناريوهات بحال ديال الرجاء بحال ديال مباراة بركان والوداد بحال مباراة وداد فاس وسبارت المغربي ولهذا ربما خطورة ديال الاستماتة وطول النفس الذهني عند لاعبي فاس. نعم وهي قلت لي غادي يكون الأمر ديالها شد مؤثر خصوصا في ملعب مبتل ديال الامير مولاي عبد الله ولكن ملعب جميل باش جيد على الرغم من الامطار في هذه الساعه الحاليه فباقي ملعب جميل باش ديالو ايضا جيد دابا خطا في فتح فتح من بلاد الفاسي في التنفيذ هناك عمر الجيراني كان عنده حديث ونظره مع عمر حسن يدخل اللاعب رشيد بريغن ايوا نفس صمد الباك بالفعل قلنا بان اللي
اخوان هاي الكل هو لعب سهيد ايش بالنسبة لوداد فاس تهداو من واحد الهاجس خطير جدا اسمه باركي، لأن الباركي عنده الثقل ديالو.